هنا بدعوة من مهرجان سفراء الموضة بمناسبة ديال باش نجي ناخذ جائزة ديال أحسن أغنية لسنة 2018، وهذا شرف كبير ليا أنني نكون هنايا في هذا المهرجان وفي الدورة ديالو الثانية، ونكون بين هاد النخبة ديال الفنانين اللي كاينين وهاد العروض اللي كاينين. فالحمد لله على هذا النجاح اللي من عند الله. وقت كنتوقع النجاح بالحق ماشي هذا النجاح الباهر اللي فاق التوقعات ديالي، ما كنتش كنتوقع هذا النجاح هذا بالحق. ملي جا حمد الله وشكرته على هذا النجاح هذا الحمد لله. هما كلهم صراحه قرابين على قلبي، لا الاغاني ديالي ولا ديال الفنانين الاخرين اللي صوبت، لان كيف ما الاغاني اللي كتلحنهم كيكونوا بحال الوليدات ديالك، يعني ما يمكنش دير بيناتهم الفرق. فكل شيء عزيز عليا، كل شيء الاغاني اللي صوبت فخور بهم وفرحان بهم، ومازال ان شاء الله غادي ندير اغاني اخرين ونكون ما يمكن الا نكون فخور بهم. مربدا لكن اغنيه جديده ان شاء الله غتنزل في البدايه ديال شهر يناير، فيديو كليب ان شاء الله غتكون اغنيه مختلفه على كاع داكشي اللي درت من قبل، وكنتمنى تعجب الناس ان شاء الله كيف ما عجبتهم بداله وعجبتهم يا ويلي عجبتهم الاعمال ديال مدي مزين، كنتمنى تعجبهم هذا العمل هذا يا ربي. انا كنتمنى الاستمراريه وكنتمنى ان شاء الله النجاح اكبر من هادشي اللي وصلت ليه ان شاء الله، لان الطموح ديالي كبير ما كيتسالاش. فكنتمنى 2019 تكون فيها الخير عليا ان شاء الله. كنبغي نقول للمتتبعين ديال قناه لوسا تي في سنه سعيده ان شاء الله، يدخل عليكم الله بالصحه والسلامه وطول العمر، واللي عنده شي مريض الله يشافيه يا ربي، والله يعاونكم توصلوا لكاع داكشي اللي كتمناو، وشكرا لوسا تي في.